السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ موضوع حلقة النهاردة ان شاء الله ان احنا خلاص انا استكفيت من اخد بيض للتفقيس من قطيع الامهات بتاعي، فما عدتش محتاجة للذكور، خلاص انا عايزة اخد منهم بيض للمائدة. فكل اللي هعمله ان شاء الله ان انا هذبح الذكور اللي عندي وهجمع الاناث مع بعض في سلاكة واحدة، وبعد كده القطيع بتاعي الصغير ده اللي هو الوقت عمره يعني داخل ايه على 4 اسابيع لسه ما كملهمش يعني، فطبعا الجو حر جدا فما عادش ينفع ان هو يقعد كده مع بعضه كله مع بعضه لان الجو حر. ف طبعا لما هحط قطع الامهات على بعض هيفضل عندي عين من السلاكه، فهقسمهم في النص بالنص بايه فوق وتحت ان شاء الله. فهعمل كده وهوريكم هيبقى الشكل عامل ازاي. شايفين كده يا جماعه، شلت الدكرين بتوع القطيع وجمعت الامهات كلها مع بعضها علشان باذن الله ناخد منهم بيض مائده، والسلاكه التانيه فضت اهي هنضفها كويس وهنقل فيها هقسم فيها الصغيرين من السمان اللي تحت ده، فان شاء الله كده هنضفها وانقل فيها السمان وهرجع له. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، قسمت السمان بالعدد فوق وتحت، حاولت ان انا اجمع كل اللي هو الياباني والكريمي مع بعض، وحطيت كمان معاهم ابيض اهو زي ما انتوا شايفين، وبقيتهم تحت اهو سبته ابيض خالص زي ما انتوا شايفين كده علشان يبقى عندي قطيع ابيض خالص وقطيع في الوانات زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الاكل قدامهم وده يديلهم فرصه برضو ان هم ياكلوا حلو. فرحانه بالمكان الجديد زي ما انتوا شايفين، السمان فرحان بالمكان الجديد ما شاء الله، هيبدا يشم نفسه شويه لان كان الجو حر جدا عليهم بصراحه. وان شاء الله الوقت برضو هرشهم بميه احميهم يعني علشان ايه، احنا لسه الصبح اهو الجو لسه حر جدا، فهحميهم كده ايه على ارطب لهم جسمهم باذن الله. وبكده تكون انتهت حلقتنا للنهارده، ويا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفضل دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.